ترحيبك الأول هنا عند هذا الحاجز من قبل عناصر الجيش الحر الذي يحمي مداخل قرية الخربة بريف السويداء. ندعو أهالي البلدة للرجوع إلى البلدة. نحن في هذا البلد أبناء بلد واحد. ندعوهم لممارسة طقوسهم للرجوع إلى بلدهم. طائفية غير موجودة ضمن الثورة كما يدعي النظام. دعوة القيادي في الجيش الحر لسكان الخربة تتويجا لجهود الحر بعودة 150 عائلة رأت الأمن والأمان بعد أن طرد الحر العصابات التي أرقت كاهل المدنيين، وأرادت إفساد التعايش السلمي خدمة لرواية الأسد أنه حامي الأقليات. الدين لله على الوطن للجميع. سوريا هيك تعايشت. سوريا عبارة عن لوحة فسيفساء يتعايش فيها القاسم والدامي. يمارس الأهالي حياتهم اليومية بشكل طبيعي، فصوت أجراس الكنائس يتناغم مع فرحة طلاب وابتسامات السكان من مختلف المكونات، بينما يقتصر دور الجيش الحر على حماية المدنيين تاركا شؤون إدارتهم للمجلس المحلي التابع بدوره لمجلس محافظة درعا الحرة. تشكل المجلس المحلي في بلدة خربة وقام على إغاثة الأهالي بالتعاون مع الفصيل الموجود على تنظيم الأمان وتنظيم الأدوار وتنظيم كل الأمور. افتتحنا نقطة صحية للحق جولات، وما حدث مع أهالي خربة إحداها، فرغم ألغام داعش وحواجز الأسد يعود الأهالي للعيش في قريتهم ورسم مستقبل مزهر، حال لسانهم يقول إننا باقون رغم استبداد الأسد وإرهاب المتطرفين.